السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة برضو طريقة أخرى لتقسيم الحائط عشان نستخدمها في لوح الشوب دروينج، بحيث إن ساعات بيجي الحائط بتيجي بري فابريكيشن أجزاء وتتركب في الموقع. هاجي هنا أقول له أنا عايز أرسم مول، بس أختار النوع بقى المرة دي إن هو كيرتن وول. خليني أرسم الحائط بالشكل دوت. هلغي الكروب فيو عشان تشوف اللوحة كاملة، ودي هقول له وريها لي في 3D عشان نفهم اكتر شكل الحوايط عامل ازاي. اهوت بالشكل دوت، هقول له TL عشان اللوحة تبقى اخف شوية. هو دلوقتي مقسمها لي لأجزاء، ممكن أقرب كده بالراحة لجزء منهم وأدوس تاب وأعمل سيلكت عليه، أدوس رايت كليك وأقول له سيلكت أول إنستنس فيجوال إن فيو، عملت سيلكت عليهم كلهم وأقول له أمبين، وأجي أغير النوع بتاعهم للحائط اللي أنا عايزه. كده يبقى أنا عملت حائط مقسم لأجزاء بالظبط بالشكل دوت. فخلاص كده انا عملتها. طيب لو انا مثلا جيت ارسم الوول، الكيرتن وول اهوت، اللي هو مش اجزاء، ازاي اتحكم في ان هو يبقى اجزاء او مش اجزاء او الحاجات دي؟ انا عملت سيلكت وقلت له طيب، هتلاقي ان هو بيقول لي انت عايز تقسمه قد ايه في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال. ممكن تروح قايل له نان ونان مثال. اوكي يلغي لك التقسيمات اللي موجودة ديت. ممكن لو انت عايز تلغي التقسيمة دي او تغيرها تيجي تقول له unbend وبعد كده تقول له مثلا delete فيلغيها لك بالشكل ده، فهتقدر تتحكم في المسافات والاجزاء من خلال ان انت تعمل select للحائط، وتيجي من الخصائص تقول له انا عايز المسافات اللي بينهم تبقى قد ايه.